في تكملة للدرس الأول قيام الدولة الإدريسية أو دراسة الدولة الإدريسية من خلال وثائق تاريخية، ومع النشاط الثاني والثالث. بالنسبة للنشاط الثاني، أبين تجسيد المولى إدريس لمقتضيات البيعة، نص تاريخي، تقوية سلطة إدريس بن عبد الله. لما تمت له البيعة، يعني المولى إدريس بن عبد الله، وتمكن سلطانه على شأنه، اتخذ جيشا عظيما من قبائل البربر وخرج بهم إلى بلاد تمسنة، ففتح شالة وسائر تلك الحصون، وسار إلى تادلة فافتتح حصونها إلى أن بلغ مسة، وكان أكثر هذه البلاد على دين النصرانية واليهودية والمجوسية، والإسلام بها قليل، فأسلم جميعهم على يديه، ودخلت الإمسان فاستقلت له إمارة المغرب بأسره. إذن أقرأ النص ثم أبين الإجراء الذي اتخذه المولى إدريس بعد بيعته. إذا الإجراء الذي اتخذه المولى إدريس بعد بيعته هو أنه اتخذ جيشا عظيما من قبائل البربر وخرج لفتح القبائل المستعصية والخارجة عن الإسلام. أوضح اتجاه تحركات المولى إدريس. إذا اتجاه تحركات المولى إدريس كما يبين النص أنه انطلق غربا نحو بلاد تمسنة ففتح شالة، ثم انطلق جنوبا ففتح تادلة، ثم انطلق إلى ماسة. أستخلص تجسيد المولى إدريس لمقتضيات البيعة. إذا المولى إدريس بيع بيعة دينية وسياسية هدفها نشر الدين الإسلامي وتوحيد البلاد. أبين كيف تقوت سلطة إدريس الأول. تقوت سلطة إدريس الأول بعد أن اتخذ أو بعد اتخاذه للجيش العظيم من البربر، وبعد توسعه في أرجاء المغرب. النشاط الثالث، أحدد امتداد أو الامتداد المكاني والزمني للدولة الإدريسية. هناك خريطة الدولة الإدريسية في أقصى امتدادها على عهد المولى إدريس الثاني سنة 1777 هجرية، 213 ميلادية، 793 ميلادية، 829 ميلادية. إذا نلاحظ أن المغرب أصبح له امتداد كبير بعد أن كان في الخريطة الأولى كان عبارة يأخذ منطقة واحدة وهي منطقة سجل ماسة، الآن اتسع من سجل ماسة نحو جميع أنحاء المغرب، وفتح أو أسس كثير من المدن وهي التي يشار إليها بالنقاط الحمراء، منها أصيلة ومنها فاس التي اتخذوها عاصمة، وهناك أيضا البصرة، وهي ليست البصرة التي في العراق، هناك هذه بصرة مدينة اسمها البصرة. إذن أحدد أقرأ الخريطة ثم أحدد موضوعها وإطارها الزمني. إذا موضوع الخريطة هو الدولة الإدريسية في أقصى امتدادها في عهد المولى إدريس الأول. استخرج المدن التي بناها الأدارسة. إذا المدن التي بناها الأدارسة هي فاس، أصيلة، والبصرة وغيرها. أقارن بين خارطة الدولة الإدريسية في أقصى امتدادها، الخريطة 4، وخارطة المغرب قبل ظهورها، قبل ظهور الأدارسة، الخريطة 2، لأستنتج التحول الذي طرأ على الوضعية السياسية للمغرب. إذا كما قلنا أن المغرب كان فقط يشكل مدينة سجل ماسة، ولكن الآن أصبح امتداد المغرب على جميع أنحاء، أو أصبح امتداد الدولة الإدريسية على جميع أنحاء المغرب، وهكذا توحد أغلب مناطق المغرب. وبما أنهم توحدوا، إذن الحالة السياسية للمغرب أصبحت تحت حكم الأدارسة. هكذا انتهى النشاط أو الخريطة في النشاط الثالث. إذن لننتقل إلى خط زمني لمراحل تطور الدولة الإدريسية. إذن من خلال هذا الخط الزمني يتضح لنا هناك مرحلة التأسيس التي ابتدأت من سنة 788، ولكنها لم تدوم طويلا في عهد المولى إدريس
الأول، حيث بعد قتله جاء بعده المولى إدريس الثاني، وكان عمره آنذاك 11 من عمره. ثم بنى مدينة فاس، وكانت مرحلته هي مرحلة الهيكلة والتنظيم في عهد المودة في عهده، حيث بنى عدة مدن وأسس عدة اتجاهات ووحد البلاد. إلا أن بعد وفاته أسس مرحلة التقسيم والتفكيك. بعد تقسيم الدولة الإدريسية من طرف محمد ابنه على إخوته، ثم جاءت في هذه المرحلة كان بناء جامع القرويين، ثم انهارت الدولة الإدريسية. إذن لننطلق إلى الأسئلة. أحدد أهم مراحل تطور دولة الأدارسة. إذن أهم مراحل تطور دولة الأدارسة هي مرحلة التأسيس، مرحلة الهيكلة والتنظيم، ثم مرحلة التقسيم والتفكيك. استخرج أهم الأحداث كما قلنا. أهم الأحداث في سنة 808 بناء مدينة فاس، 830 تقسيم محمد بن إدريس للمملكة على إخوته، 859 بناء جامع القرويين على يد فاطمة الفهرية. هكذا انتهى النشاط الثاني والثالث. نلتقي في النشاط أو في المقطع التعليمي الثاني. إذن هنا انتهى المقطع التعليمي الأول. سنلتقي في المقطع التعليمي الثاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.